المزيد من المتابعه والتفاصيل، سياده السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سياده السفير برحب بك وكل عام وانت بألف خير. كل عام ومصر بخير وفلسطين بخير ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. خليني ابدا مع حضرتك بتوقعاتك لاوضاع الحرب في غزه مع حلول عام 2024. بمنتهى الصراحه عام 2024 حضرتك هيبقى امتداد للثلاث اشهر الاخيره من عام 2023، بمعنى انه الحرب التي تشنها اسرائيل منذ 7 اكتوبر ليس ضد حماس، وانما هذه الحرب، هذا العدوان الاسرائيلي هو عدوان وحرب في واقع الامر على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. مسألة حماس دي ذريعة تستخدمها إسرائيل للحصول على تأييد الغرب لخطتها لتصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية. خلال الثلاث أيام الأخيرة من متابعة التحركات والتصريحات الإسرائيلية الرسمية تتضح أبعاد هذه الحرب الإسرائيلية على فلسطين المحتلة. اليوم أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة. وأمس صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إن إسرائيل في المستقبل تريد السيطرة على ما يعرف باسم محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا، أي تريد السيطرة على الحدود الفاصلة، الحدود الجغرافية بين مصر وغزة فلسطين تحت الاحتلال. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام انه اللي من تم ترحيلهم بتعليمات من الجيش الاسرائيلي في بداية هذه الحرب او بداية هذا العدوان في اكتوبر الماضي، وقال لهم اتركوا شمال غزة ولن تعودوا، ونحن نتذكر هذه التصريحات بدقة، ولن تعودوا إلى دياركم إلا بناء على تعليمات من الجيش الإسرائيلي. هذا الكلام، هذه التصريحات من القيادات العسكرية لجيش الاحتلال صدرت في بعد الاجتياح البري أو بدء الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة. اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية أو أمس قال إنه السكان الأصليين في قطاع غزة لن يعودوا إلى شمال غزة. من ناحية أخرى، خلال الأيام الثلاثة الماضية بدأ لنا أن في توزيع أدوار بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وبين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، نعم، وبين وزير المالية الإسرائيلية حول أمرين. الأمر الأول هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأمر الثاني هو يرتبط بالأمر الأول بصورة مباشرة وصريحة وفاضحة، هو انه مسألة عودة المستوطنين الى قطاع غزة ليست اليوم. في نفس الوقت اللي بدأت حركة شعبية في اسرائيل تدعو الى العودة لاستيطان قطاع غزة. انا تقديري أن هذه هي خطة إسرائيلية جاري تنفيذها ويجرى تنفيذها على مراحل، وهي بداية
أو هي ممكن نقول حضرتك بالإنجليزي التعبير هو trial run، يعني اختبار، ممكن نستخدم التعبير trial run يعني اختبار عملي أو اختبار على الأرض، هو لما سيحدث، لما سيحدث في الضفة الغربية. نعم. بعد أن تسيطر إسرائيل على قطاع غزة بأي صورة من الصور. توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير المالية ووزير الأمن القومي هو توزيع أدوار المراد به إرباك الحسابات الأمريكية. إرباك الحسابات الأمريكية بمعنى سيادة السفير، بمعنى حضرتك أن قطع الطريق على إدارة بايدن خلال هذا العام، خلال هذا العام اللي هو عام انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفي فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية طبعا لا أحد يتوقع صحيح. أي ضغط من جانب الإدارة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية على إسرائيل، الأسباب طبعا لن نخوض فيها، تتعلق بالمزايدات الانتخابية الأمريكية حول دعم إسرائيل بين الجمهوريين والديمقراطيين. وبالتالي أنا أتصور نحن المشهد اللي أمامنا الآن تجاوز بقى الحديث عن وقف إطلاق نار وعن إدخال مساعدات إنسانية وعن 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 وعن، نحن أمامنا الصورة الحقيقية للأهداف الصهيونية من هذه الحرب على غزة. نعم. اللي هي في واقع الأمر حرب على فلسطين المحتلة. طيب سيادة السفير، يعني يمكن حتى هذه اللحظة لم أفهم الجزء الخاص بأنه الخطة الإسرائيلية ستعمل على إرباك ربما الحسابات الأمريكية أو لقطع الطريق على أي حسابات أمريكية أخرى. أليس بايدن والحكومة الأمريكية الآن، وأتحدث هنا عن بايدن تحديدا، أكبر داعم لإسرائيل في هذا الوقت؟ ما فيش تناقض بين الاثنين، مفيش تناقض خالص. هو أكبر داعم بين الاثنين، وهو الذي قال إنه يعني إنه صهيوني، وليس بالضرورة أن يكون المرء يهوديا حتى يكون صهيونيا. نعم. تصريح له. نحن نتعامل حضرتك مع إدارة أمريكية بوجهين. الوجه الذي يخاطب العرب ويخاطب الفلسطينيين، ونقول بيخاطب، ممكن نقول حتى انه بيخاطب العالم، والوجه الاخر هو الوجه الحقيقي للولايات المتحده الامريكيه، هي القوى الدوليه، القوى العظمى التي ورثت دور بريطانيا العظمى في دعم الحركه الصهيونيه العالميه. الولايات المتحده الامريكيه عمرها لم تكن ابدا ما ادعاها البعض وما دعته بعض الأقلام المصرية والعربية المؤيدة للطروحات الأمريكية والإسرائيلية، إن أمريكا هي الوسيط النزيه بين الفلسطينيين والعرب من جانب وبين إسرائيل من جانب آخر. لم تكن الولايات المتحدة تقوم بهذا الدور، دائما وما زالت وستظل تقوم بالتمهيد لتمرير الأجندات الإسرائيلية. هذه التصريحات التي أشرت إليها تأتي كما قلت توزيع أدوار داخل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، بيخاطبوا أساسا الإدارة الأمريكية ويعلنون دي خطتنا وهننفذها بالقوة ولن نتوقف. هم قالوا أمس سواء على لسان الساسة أو على لسان القادة العسكريين، قالوا أمس أن هذه حرب ستمتد لأشهر. طيب. تخيلي حضرتك أن خلال 86 يوم 22 ألف شهيد فلسطيني من قطاع غزة، والحقيقة يعني رقم كبير جدا سيادة السفير. ولو سمحت لي أننا يعني هذا الرقم أو ما أعلنه الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء سيكون أيضا محور المداخلة القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.